اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا المراجعه عاوز اسال كل واحد فيكم سؤال، انت مين وعاوز ايه؟ طبعا ده سؤال ممكن تسالوه لي برضو بما ان معظمكم لسه ما يعرفنيش. ممكن كمان تسالوه لكل واحد في فريق عرب هاردوير من خلال اللينك في الديسكريبشن، وتقولوا لنا ايه اكتر حاجه عاوزين تشوفوها من عرب هاردوير الفتره الجايه. اجابه بقى على السؤال، انا عبد الرحمن احمد من عرب هاردوير، ودي مراجعتنا لترايلز رايزنج. لعبة Trials Rising هي الإصدار الرابع في سلسلة Trials من تطوير Redlinks Ubisoft وكمان نشر Ubisoft. بالنسبة للناس اللي بتحب السلسلة ومتابعها من زمان مش هيكون في حاجات جديدة كتير، لكن اللي أقدر أقوله إن Trials Rising ممكن تكون أحسن جزء شفتوه في السلسلة لحد دلوقتي. بالنسبة للناس اللي ما جربتش اللعبة قبل كده نقدر نقول إنك هتبقى قدام تجربة جديدة وممتعة جدا. في Trials Rising هتتحكم بقائد دراجات نارية في تراكس بتصميمات غريبة معمولة عشان تختبر مهاراتك في التوازن والسرعة والحركات البهلوانية ضد التراكس نفسها وضد الوقت وضد اللي بيلعب. اللعبة بتتدرج في مستوى صعوبتها بشكل ملحوظ بحيث انها بتطبق معادلة انها سهلة تتلعب بس مش سهل ابدا تكون محترف فيها. الموضوع هياخد منك تركيز وتدريب كتير جدا، بس ما تقلقش، انت اول ما هتبدأ اللعبة ممكن تتدرب على كل المهارات اللي انت محتاجها من خلال تحديات Trials University اللي بتتدرج معاك من الاساسيات للمهارات الاكبر اللي هتحتاجها في التراكات الاصعب. التحديات والسباقات في اللعبة بيكون ليها شروط معينة للفوز، اغلبها طبعا بسيط وبيتطلب منك توصل لخط النهاية في اسرع وقت. الشروط التانية بتتمحور حوالين انك تعمل حركات بهلوانية معينة بعدد معين او انك تتجنب الوقوع والاخطاء بعدد معين برضه. السباقات والتحديات في اللعبة بتتقسم لثلاث انواع، سباقات الرعاة او السبونسرز، ودي بتتسابق فيها ضد متسابقين جوستس وبتأهلك بعد ما تتخطى عدد معين منها انك تتأهل للبطولات الاكبر في الستاديومز اللي طبعا بتبقى جوائزها اكبر. والنوع الثالث هو سباقات المهارة اللي بتبقى افكارها مختلفة وغريبة كل مرة، بس بتركز غالبا على الشقلبة والحركات البهلوانية او انك تفجر نفسك وتعمل اكبر مسافة بجسمك مثلا. لعبة Trials Rising مبهرة بمعنى الكلمة من حيث التصميم في السباقات، وكانت خلياني متشوق في كل مرة اني اشوف واكتشف شكل التراك في السباق الجاي هيكون ايه. اللعبة برضو بتعتمد بشكل كبير على تخصيص شكل السائق والدراجة عن طريق الكوزماتيك ايتمز، هتفتحها كل ما تلعب سباق وتكسب لوت بوكسز. وطبعا كعادة المشكلة مع اللوت بوكسز هتلاقي كتير حاجات مكررة سواء في لبس او تحديثات الدراجة. كل سباق او تراك من دول بيبقى فيه حاجة مميزة او تريك معينة بتخلي تجربتك مختلفة ومش مجرد سباق لخط النهاية. وعلى الرغم انك ممكن تفتكر ان السباقات كلها شبه بعض، لكن انا كنت بحس بمتعة كبيرة واختلاف وحماس في كل مرة بدخل فيها سباق جديد. وعلى ذكر الحماس، فمستواه بيرتفع جدا مجرد ما تبدأ تلعب مالتي بلاير سواء اونلاين او لوكال. يمكن المشكلة اللي واجهتها على نسخة البي سي ان مفيش اعداد كفاية في الاونلاين، يعني الماتش ميكنج كان بياخد وقت كبير جدا عشان في الاخر الاقي نفسي بلعب قصاد شخصين بس، لكن التجربة نفسها وشعور التحدي بينا كان بينسيني الموضوع بسرعة. السباقات بتبقى عبارة عن سلسلة تحديات وتراكس بيتحسب لك مجموعة نقاط فيها على ليدر بورد بتحدد الفايز في الاخر. اللعبة بتخليك في حالة تحدي دايما حتى في السباقات اللي خلصتها، وده لما لاعب تاني بيحقق فيها توقيت احسن واداء احسن. وزي اي جزء في السلسله ممكن طبعا تشارك مطوري اللعبه الابداع في تصميم التراكس وتصمم التراك الخاص بيك وتشاركه اونلاين بحيث اللاعبين يجربوه. بغض النظر ان في ناس قررت تشارك تراكس عباره عن نقطتين وخط نهايه بس وبتخلص في 5 ثواني، بس في تراكس تانية فعلا تستحق انك تجربها. وطبعا كل ما الكوميونتي بتاع اللعبه هيكبر كل ما السباقات تصميمها هيكون اكتر واكتر. بالنسبه للصوت فاللعبه مش معقده قوي في تصميم الصوت فيها، خصوصا ان كل حاجه بتحصل مع مزيكة روك حماسيه جدا، ودي النقطه اللي عجباني جدا مبيني على المستوى الشخصي بحب اغاني الروك. والاغاني في الساوند تراك بتاع اللعبه كلها مناسبه جدا لاجواء وبتزود الحماس بشكل كبير. كل الاغاني تقريبا ممكن تكون سمعتها قبل كده في فيديوهات للاكستريم سبورتس والبي ام اكس. في النهايه نقدر نقول ان لعبه Trials Rising هي لعبه ما قدمتش جديد لاسلوب اللعب، لانه بالفعل كان ممتاز بما فيه الكفايه، وبتقدم سباقات وتراكس مبتكره في كل مره، وتقدر تحافظ على اهتمام الناس اللي بيحبوا السلسله وتشد انتباه اي حد لسه بيتعرف على اللعبه من جديد. كان معاكم عبد الرحمن احمد من عرب هاردوير، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستغرام، والسلام.